فساد وسل اسماعيل من الذي فداه وسل موسى لما نودي من قبل الاله ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه بل سل مريم بنت عمران لما نادت على ابنها فنطق وقال اني عبد الله بل سل الكون كله ستعلم ان الكون يوحد الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله سل عن محمد العطرة وشذاه سل عن محمد زراع الشاه سل عن محمد الجذع لما بكاه سل عن محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه او سمعت اذن مثلما سمعت اذناه او وطئت قدم مثلما وطئت قدماه بل كفاه ان الاله اخبر من صلى عليه صلى عليه مولاه صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله ماذا اقول لك في الليلة التالية يا سيدنا الشيخ ممدوح صدرك مشروح وعليك من الله فضوح فلو سمعناك او رأيناك صارت القلوب ترتاح فوحد الله والله لقد صدق القائل يا شيخ ممدوح لقد صدق القائل زع النور لما تجلت آية الهدى وأبدت ظهور السعد خدا موردا وسمع طمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن فيها ونشوة وسار لسان الجو خيرا منظما تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن استلاوة بلبل وغنى به على حسن استلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل نزل على النبي محمدا يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اسمع بصوت عالي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يستطيع احد الاجابة الملك اليوم لله الواحد القهار نعيش مع الحقيقة نعيش مع الحقيقة التي يخضع امامها الصغير والكبير والغني والفقير والعزيز والذليل والخفير والوزير والحاكم والمحكوم الا وهو الموت واعلموا يا سادة علم اليقين اعلموا ايها المعزي الكريم اعلموا ان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين سأذكر لكم نبذة لتلين قلوبكم لذكر ما لا ينساكم وتفكروا فيما لا بد من ان يلقاكم وتحذروا الغرور فكم غرت دنياكم فوحد الله ربنا سبحانه وتعالى يسجل لنا الموت في القرآن صوت وصورة يقول في الآية الثامنة في سورة الجمعة قل إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملا
يلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وربنا يسجل لنا في سورة طه: صلوا على طه خير الخلق وأحلاها. يخاطب سيدنا رسول الله ويخاطب العالم كله ويقول لنا ايه: منها خلقناكم. الآية 55 في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويقول صلوات ربي وتسليماته عليه رسول الله محمد صلى عليه سيدنا محمد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بعد أن تصلوا جميعا على النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. هادم اللذات أي الموت. ولذا سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يجتمع مع الفقهاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يجتمع مع الفقهاء فيتذكرون الموت ثم يبكون وكأن بين أيديهم جنازة. فوحدوا الله. امبارح كان في عزا في الصليصة، النهاردة عزا في المقطوعة، بكرة عزا مش عارف فين وفين. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. احنا كل يوم بنشيع ميت ولا يتحرك لنا ساكنة. اتدرون لماذا؟ من شدة قسوة القلوب. ولذلك العلاج الناجح: جاءت امرأة الى السيدة عائشة تشتكي من شدة قساوة قلبها، فقالت لها السيدة عائشة: تذكري الموت يرق قلبك. ما هذه السكرة؟ ما هذه السكرة؟ وقد نسجت لك الأكفان وأوان رحيلك قد آن. والله إن السفر بعيد وإن بطش ربك لشديد. أخي المستمع الكريم، ففكر في الموت وسكرته، ففكر في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مجرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات ومفرقا للجماعات. ففكر يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك. إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق. لقد ترك لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واعظ الناطق والثاني صامت. الناطق هو القرآن والصامت هو الموت، لأن الموت لا يدق بابا ولا يستأذن جارا. مساكين أنتم أيها المسلمون المنشغلون بالدنيا، فلا بالقرآن عملتم ولا بالموت تفكرتم، تمسون وتصبحون وقلوبكم معلقة بعلائق الدنيا. ما عندكم من الموت خبر، ما عندكم من الموت خبر، ولا أنتم منه على حذر. تمسون وتصبحون وقلوبكم خالية من خوف الرحمن، عامرة بخضوع الشيطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أختم لقائي بعد أن توحد الله، أختم لقائي بعد أن توحد الله. الله خلق لك عقلا وجملك به. كل واحد فينا يقول أنا عقلي يوزن بلد. خلي بالك، العقل في القرآن ذكر بثلاث
معان العقل في القرآن ذكر بكم معنى؟ بثلاث معاني. العقل اسم اللب، اسم ايه؟ اللب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الايه؟ الألباب. اسم اللب، العقل اسم اللب. واسم النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وردت مرتين في سورة طه. واسم حجر، سورة الفجر ربنا قال هل في ذلك قسم الذي ايه؟ الذي حجر، يعني صاحب عقل سليم مستنير فوحد الله رب العالمين. يبقى العقل له ثلاثة أسماء في القرآن، اسمه اللب والنهى وحج. هذا رجل بهلول، زي يقول لك الجماعة الدرويش. وكلمة درويش يا حبيبي، والله انت لو فهمت كلمة درويش بتنقر على مقطعين. ربنا يكرمك يا سيدنا. كلمة درويش بتنقطع على مقطعين. دار ويش، يعني دار وشه على الدنيا. واول من دار وشه على الدنيا مين؟ سيدنا النبي صل عليه. اول من دار وشه على الدنيا مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاح العبير اذا ذكرت محمدا، والنور اشرق والظلام تبددا. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغار الردى. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ولما تصلى على سيدنا النبي ربنا هيجبر بخاطرة. ومن سار بين الناس بجبر الخاطر، أمنه الله من خوف المخاطر. يا رب قولوا أمين. واجبر بخاطر من دخل تلك الساحة واستمع إلى سيدنا الشيخ ممدوح، واستمع إلى كلام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل بهلول ادعى قومه بأنه مجنون، لكنه كان أحكم الحكماء وأعقل العقلاء. ولذلك سيدنا مالك ابن دينار دخل على هذا الرجل البهلول فرآه ينظر إلى السماء فيعتبر، ينظر إلى السماء فيبتهل، وإلى الأرض فيعتبر، ينظر إلى السماء ويرفع إيده لفوق كده يدعي ربنا زي ما استمعنا من سيدنا الشيخ إيه؟ فادعوا الله. ينظر إلى السماء هذا الرجل البهلول، ينظر إلى السماء فيبتهل، وإلى الأرض فيعتبر، وينظر عن يمينه فيضحك، وينظر عن يساره فيبكي. الرجل البهلول لو واحد شاف المنظر ده هيقول ايه؟ ساعة تروح وايه؟ ايه اللي شوية ترفع ايدك للسماء فتبتهل، وإلى الأرض تروح في دنيا تانية فتعتبر، وعن يمينك فتضحك، وعن يسارك فتبكي. فقال له سيدنا مالك ابن دينار بعد أن توحدوا القهار وتصلوا على المختار، قال له السلام عليك. فقال له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال له ما لي أراك تنظر إلى السماء فتبتهل، وإلى الأرض فتعتبر، وعن يمينك فتضحك، وعن يسارك فتبكي. فأجاب هذا الرجل البهلول وقال له إذا نظرت إلى السماء تذكرت قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فحق لمن سمع هذه الآية أن يبتهل وأن يتضرع إلى الله. وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قول الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ولذلك انت بتسجد لربنا كم سجدة؟ بتركع لربنا كم ركوع؟ هو ركوع واحد، لكن بتسجد لربنا قدين في الركعة الواحدة؟ ده ربنا عاوز يقول لك يا انا خلي بالك يا انا منها خلقناكم، والسجدة الثانية وفيها ايه؟
أن أعيدكم وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ قال له يعني أنت بتبص للسماء بتتذكر قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما إيه؟ وما توعدون، وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قول مولانا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فحق لمن قرأ هذه الآية أن يعتبر. وإذا نظرت عن يميني تذكرت قول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال إذا قرأت هذه الآية أضحك. فحق لمن قرأ هذه الآية أن يضحك ويفرح. قال له طيب وإذا نظرت عن يسارك قال تذكرت قول الله عز وجل برضك في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فحق لمن قرأ هذه الآيات أن يبكي. هذا رجل بهلول ادعى قومه بأنه مجنون لكنه فكر بعقله وقلبه فاستلهم النور من ربه فكشف له وأعطاه من فضله فوحد الله. اللهم اغفر لفقيداتنا، اللهم اغفر لها وارحمها، واجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتها. يا ربنا لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولسائر المسلمين. اللهم اجعل سعينا في هذه الليلة سعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اكرمنا بالحلم وزودنا بالعلم، اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم. اللهم اجعل مصر في ضمانك وامانك يا رب العالمين. اللهم كما رددت عن بيتك الحرام اصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعبد العابدين وتخريب المخربين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وامانك واحسانك الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا بحق من شفى سيدنا ايوب. اللهم اشف مرضانا وكل من سألنا الدعاء اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. بحق واذا مرضت فهو يشفيه، بحق واذا مرضت فهو يشفيه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين ورحمة للمؤمنين. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لا يقوم به الفيل. أدرة وعد أن تصاحب به جوادره إن لم يكن من رسول الله تنويله. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل أين وكل الذي فوق التراب تراب.